السلام عليكم. احنا وصفي ممثل شركة مساحة منية، وردا على ما ورد على ممثل جامعة الصحة سيد عادل الزواغي ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل في خصوص الاضراب اللي تم تنفيذه مؤخرا في شركة مساحة منية. الرد باش يكون على نقطتين. النقطة الأولى، شنو اللي صار في الاضراب هذا وشنو اللي خرجنا به؟ أول شيء لاحظنا هو أنه تم تعطيل حرية العمل بصفة كبرى، لأنه تم منع عديد من الأعوان والممرضين من الدخول وممارسة العمل نتاعهم، وهذا ما تمت معاينته. كذلك تم إحداث ضجيج ليلا نهارا صباح في العشية في كل وقت، عن طريق القيام بأغاني وبث شعارات وما إلى ذلك، واللي هو اللي أقلق راحة المرضى، وثم العديد من المرضى اللي ابتزوا لمغادرة المصحة هذه. كذلك من الغرابة التكفيف وأنه شفنا وأنه منفذي الإضراب يصطحبون أشخاص ورباع المصحة وحتى أطفال، ويقومون بإيوائهم في غرف الطابق الأول المصحة، ونتسألون على مسؤولية من، وإذا يدخل في العمل النقابي ولا لا. في نهاية الأمر خرجنا بخلاصة واحدة، أنه الغاية من الإضراب هذايا، يعني كما قلنا قبل أن الإضراب ولا غاية في حد ذاته في شركة مساحة منية، هو تشويه سمعة المصحة، وتشويه سمعة الرئيس المدير العام للمصحة اللي هو طبيب يخدم في خدمته برهن على النجاحات نتاعو، قام بتشغيل دكاترة مختصين في جراحة العظام، قام بتشغيل الشباب. نشوفوا أنه الشعارات المرفوعة، أنه اللافتات اللي موضوعة على وجهة المساحة كلها الغرض الوحيد منها هو الإساءة لشخص الرئيس المدير العام للمساحة، ونعتبر أنه هذا ما هوش عمل نقابي وما يشرفش الاتحاد العام التونسي للشغل، لأنه الهدف الأول من العمل النقابي هو مصلحة العمال والنهوض والمحافظة على حقوقهم. وفي هذا الخصوص تمسك طرف النقابي أنه تم حصول اتفاق ما بين المصحة وما بين على إعادة التصنيف. للمرة الألف نقول أن المصحة راهي ما عملتش أي اتفاق مع الطرف النقابي. علاش ما عملتش أي اتفاق مع الطرف النقابي؟ لأنه طبقا للاتفاق الحاصل في جلسة المصالحة بتاريخ 6 فيفري 2012، تم الاتفاق على أنه باش يتم إعادة التصنيف في إطار جلسات من بين إدارة الشركة والممثل النقابة، وأنه في صورة الاختلاف أنه يقع الاحتكام لتفقدية الشغل. بالطبيعة في بتاريخ 20 فيفري 2012، جاء ممثل النقابة وأعضاء النقابة وقدموا جدول. الجدول هذاك استعرضناه. أول شيء لقينا فيه 137 عام، والحالة الممارسة فيها أكثر من 170 عام، وكذلك احنا تسلمناه الجدول هذا، لانه احنا كمحامي ولا كمستشار ما نعرفوش المضمون نتاعو هذا ايش فيه، وكذلك زاد كيف ما نجموش احنا نحكيو على سكيل فو الشيء اللي باش يصير من بعد، ما نجموش يكون مكتوب من قبل. كذلك تو حتى من الامور الشكليه، انه قبل كل شيء احنا خذينا الوثيقه هذه للتشاور وتحضير الجلسه كما ينص عليه القانون، لازم يكون فيها محضر جلسة، يقع الاتفاق فيها ما بين الطرف النقابي وبين إدارة المؤسسة، ويقع التوقيع. وبالتالي إذا كانوا ما ثمش محضر جلسة فإنه ما نجموش نحكيو على اتفاق. كذلك اللغة الرسمية في البلاد راهي اللغة العربية، ويمكن اللغة الفرنسوية، باش نجيو احنا نقولوا اوكي 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 اوكي، ما يصيرش هكاك راه التصنيف. احنا بالنسبة لنا يجب ان ناخذ بالحالة وكل حالة نقول قدامها شنو هو التصنيف الجديد وشنو هو الشلون الجديد، وتصحح المؤسسة ويصحح الطرف النقابي. وكذلك فانو ما نجموش نصححوا كيف على اتفاقات من الاعلى، لانه الطرف النقابي لازم يزيدنا برشا حوايج من الاخر. واحنا بالنسبة لنا وكذلك في اخر حاجة، انه راهو لا محامي المؤسسة ولا المستشار القانوني يمكنهم إلزام المؤسسة، هما مفوضين، هما ممثلين المؤسسة لإجراء المفاوضات مع الطرف النقابي، ونطرح المفاوضات هذه على إدارة المؤسسة، وإدارة المؤسسة وقت طرحنا عليها الوثيقة هذه بتاريخ 20 تبين وأنه ثم 5 حالات
نتاع عملاء مستقلين هم محطوطين في الوحدة في القائمة هذه، هذا شيء مش معقول. ثم ناس اس في بي كيف كيف، هذا شيء مش معقول. وبالتالي انا ما نجمش نجي انا نحضر، تنسب لي اني انا حضرت وثيقة ونحضر باش نتناقش على ناس مستقلين ولا على ناس. وثم عديد من الاخطاء الاخرى، فمثلا الكلام تاع نسمي مسيرش نتاع سي منصور بابا اللي هو سيرفيون في المؤسسة، احنا عندنا في المؤسسة ظهر من بعد ما رجعنا لإدارة المؤسسة وانه هو في الام 4 والوثيقة اللي جابها الاتحاد يقول انه في الام 1 باش يطلعوا الام 3، معناتها هذا يضر في التصنيف مش ينفع في التصنيف. وبالتالي نقولوا انه هذا هو عمل مرتجل، والنقابة تسلمت الوثائق وتسلمت بطاقة الخلاص منذ 22 نوفمبر 2011، إذا كان بعد 4 شهور باش تجيب الجدول هذا هو اللي هو جدول يشتمل على عدد الأخطاء وتحب تنفذه بالسيف وتقول أنه راه ممثل المؤسسة هو اللي يعمل هو اللي عمل. نقول هو أنه كل ما فيه الجدول هذا هي طلبات غير قانونية غير واقعية، وأن الطرف النقابي رفض باش يمشي لتفقد الشغل لشيء لأنه على علم واضح بأن الطلبات هذه غير قانونية وغير واقعية، وبالتالي فأنه يستعمل وسيلة الإضراب للضغط على المؤسسة باش يحط عنوة وأنه ويدفعها باش تقبل وأنه تم الاتفاق. نقول الاتفاق دائرة وما صارش، نقول زاد كيف كيف للرأي العام وأنه العديد والعديد والعديد من العمال في شركة مصحف ميني رام ياخذوا في حقهم وأكثر من حقهم، وقت اللي يقولوا احنا منظفة غرف تقبض 688 دينار كأجر شهري، أو لا منظف منظفة عادية تقبض أكثر من 650 دينار كأجر شهري، أو عون تقني، عون تقني اللي هو المستوى نتاعو ابتدائي وما يجمش يعمل إلا بعض الأعمال المعينة، هذا النقابة تحب تردو أجون تكنيك كادر 1 تحب تردو مهندس، ما يصيرش راه. يلي يصير هو انه هذا يعاون تقني يقبض في 935 دينار والحال انه المستوى نتاعو هو مستوى ابتدائي، وبالتالي فانه بشهاده الجامعة وبشهاده المراقب الحسابات فانه الاجور في شركه مصحف منيا هي تفوق الاجور المعدلات معمول بها ب 20-30%، وهذا شيء ما ينجم يكون الا في صالح المصحه تقول وتاكد على شيء واحد، ان تحب تطبق القانون وأن كل الحالات التي فيها اختلاف الحالات هذه راهو يجب أن تمر عن طريق تفقد الشغل، ولتقول تفقد الشغل احنا قابلين به.